زي النهارده من 5 سنين كان في اكبر مجزره بتحصل في مصر في ميدان رابعه العدويه وميدان النهضه. بعديه حصلت حاجات كتير جدا، ابرزها كلنا حسينا ان ما عادش فيه انسانيه، ما عادش فيه ادميه. الناس بتتكلم عن بس مجرد حقوق انسان. واحد زي الطفل اللي اسمه رمضان اللي بيقول اصحي يا ماما، فيديو زي ده لحد النهارده بيرن في ودان ناس كتير جدا. اثرت الاسر المصريه بشكل كبير جدا يا استاذه اشجان، وده يخليني اتكلم معاكي عن التضحيات الكتير اللي ضحتها وقدمتها الاسر المصريه من اول فض اعتصام رابعه العدويه لحد النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو اليوم ده يعني مش اي يوم على الشعب المصري وعلى العالم كله، زي ما قلت كده ان هي اكبر مجزره في تاريخ مصر. وزي ما الفيديو بتاع رمضان وهو بيقول لها اصحي يا ماما، يعني دايما في ناس بتنزل اخر تحديث لرمضان فبيقول لك على طول ان الولد في معاناه. انا بتكلم على تضحيات تمت في وقتها، ولا زال مسلسل التضحيات مستمر لهذه اللحظه. الناس من ثوره يناير وهم بيضحوا لحد النهارده. فانا بتكلم بقى على رابعه نفسها. الناس قدمت كميه التضحيات اللي قدمتها يمكن ما كانش في دماغ اي حد ان انا ممكن اقدم حاجه زي كده. يعني لا حد كان متوقع ان يقدم روحه ان هو يروح شهيد، ولا ان ام تقدم ابنها ولا بنتها، والناس اللي يعني بتحاصر في الداخل، والناس اللي بتتاخد اموالها، والبهدله والتصفيات لحد امبارح. فالتضحيات اللي بتتم يعني على طول كل اللي يجي ببالك، كل يعني الواحد ما كانش متخيل او ما كانش متصور انهم لهم سقف معين في اللي بيطلبوه من اخذ الحقوق. يعني مش بس عايزين فلوس، مش بس عايزين ارواح، مش بس عايزين حصر. السؤال اللي بيتردد دايما هو لحد امتى، والناس هو احنا هنفضل لحد كده لحد يعني اخرتها ايه؟ فالسؤال ده دايما الناس يعني لما تيجي تكلمي حد مضحي وحد مقدم يقول انا قدمت اللي عليا والباقي على ربنا. او التضحيات اللي قدمتها الاسر المصريه ما بخلتش باي حاجه، لان فكره التضحيه يا ندى نفسها ما حدش وهو بيقدمها بيبقى يقول انا مقرره ان انا هقدم ابني شهيد، او انا مقرر ان فلوسي كلها عشان انصر دين الاسلام، او انا خلاص وكل ده في سبيل الله. الفكره ما بتبقاش كده، الفكره بتبقى ان الايمان بالقضيه نفسها، الايمان بالحق والباطل. الفكره ان انا لما بقدم ما بستناش النتيجه، وده اللي اهالي الشهداء لما بيتكلموا كل يوم بيثبتوا لنا ان اللي راحوا مش اي حد، مش اي حد الجنه اختارته، مش اي حد بيقدم شكل من اشكال التضحيه. يعني المطارد، المغترب، المعتقل لحد النهارده، اللي بيتعذب، اللي اطلق سراحه، اللي متحاصر في الخارج، كل الناس دي مقدمه كل واحد تضحيه ربنا مختارها على قد تحمله وعلى قد شكله وعلى قد الامكانيات والظروف. لكن هتساليه هو انت قدمت التضحيه دي ندمان عليها؟ ما حدش سمعناه بيقول انا ندمان على اللي قدمته. ممكن يبقى المشهد لناس كتير كان في بعض الاخطاء، وكان في المفروض ما كانتش كذا، والتدخلات بقى الرؤى المختلفه للمشهد ومسيرته. لكن ارجع واقول التضحيه الاسره المصريه اللي قدمتها ما هيش قليله ابدا، وتكاد تكون يعني اكبر التضحيات في تاريخ الاسره المصريه. يوم ما قدمتها ما كانتش حاسباها، فاهمه يعني ايه حق وباطل. النقطة الأهم قدمتها طوعية كمان يا أستاذة أشجان، ومش مستنية نتيجتها. يعني الناس يا جماعة يمكن احنا اللي مستنيين، احنا اللي عمالين نقول هو النصر امتى، هو التمكين هيجي امتى، ووسائله المفروض انها ربنا يمكن يعني، والناس تبدأ تفوق وتفهم يعني ايه اللحظات المهمه اللي تيجي فيها التمكين. ولكن الناس دي فاهمه كويس جدا ان انا مقدمه ارواح اولادي ومقدمه اموالي ومقدمه حياتي اللي اتهدت. الناس مش هنقول اتبهدلت بهدله سهله، ولكن تيجي تكلميها هي عندها من اليقين ومن الثبات لما بعد. انا مش لازم انا احضر النصر، ولكن انا واثقه في اللي انا قدمته انه له دور وله خدمه هيقدمه